أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بنور وسرور أبو فهد، حياك الله، ساعة مباركة. هذه مجلة الرياضي تاريخ 29 يناير 1994 في الاستفتاء السنوي 215 ناقدا وخبيرا يختارون نجوم 1993 عايد وأمير وداعا. الله، هذه الصورة تقول عايد الروضان وأمير سراج نجوم الفحيحيل 86. شوفها بعد 7 سنوات اعتزلوا، يعني تتكلم عن 93، يعني بين عليهم الكبر، خصوصا أمير. عايد ما يبين عليه ما شاء الله عليه، عايد ليومك هو نفسه ما تغير. نعم، اليوم ختام بطولة أندية خليج أبطال كؤوس اليد، يد خليجية واحدة. اليوم 29 يناير من العام الجديد يقف البطل على منصات تتويج ليحصد ثمار جهوده وليتوج وسط يعني أغراره. وبشهادة جميع المشاركين في البطولة 14 فقد نجح الاتحاد الكويتي لكرة اليد بامتياز في تنظيم وإدارة فعاليات ومباريات واجتماعات البطولة التي خرجت على أكمل وجه. كان في طبعا اشهدوا بالافتتاح الفرق المشاركه منهم، يعني خلينا نشوف ابطال الكؤوس. طبعا احنا هذا السجل الذهبي، احنا عندنا طبعا يعني كاتبين يمكن فرق مشاركه في هذه البطوله. شاركت البطوله 14 فرق بعد ان اعتذر الفريق العماني، وهم طبعا الاهلي البحريني واهلي جده السعودي وقطر القطري ووصل الإماراتي وكاظم الكويتي. 5 هذيل. وكان الأهلي البحريني، احنا قلنا الأهلي البحريني الظاهر 5 شاركوا. الظاهر 5. طبعا هذيل الأهلي البحريني من 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 الأندية المميزة في كرة اليد، وأهلي جدة أيضا من الأندية المميزة. آسف، شارك في البطولة 14 مو 10. بالبطولة 14 شاركوا طبعا فقط 5 فرق. وكان أهل البحرين الذي يسجل مشاركته التاسعة في البطولة استعد بإقامة معسكر تدريب في البحرين ثم أقبله في الكويت، لعب 6 مباريات طبعا مع الفرق. يعني هذا يمكن بطل البحرين يهزم كاظمة في الافتتاح، أهل السعودي لا يخشى أحدا. هذه مفاجأة. نعم، يعني هذا طبعا الشيخ أحمد فهد يلغي كلمته، وهني مدير البطولة وعلي في الحفل بدر دياب. هذا ضاحي السويدي يلغي كلمته. هني هذا هجوم كاظمة، يمكن هذا علي مراد رقم 13. الله الله، علي مراد. ودفاع أهلاوي. هني خالد الحمد راعي البطولة والشيخ أحمد فهد يتابعان العرض. يعني تكلموا عن كاظمة الكويتي. يعني هذه فعلا نجمان الفحيحيل عايد الروضان وأمير سراج قبل لحظة الترجل، نحن خبراء في الإصابات، الفحيحيل لن يخرج من كبوته إلا بتكاتف الجميع، اعتزالنا ليس هروبا ولكنه سنة الحياة. صحيح، القادسية حبنا الأول والفحيحيل عشقنا الدائم. صراحة نجوم، يعني أنت دائما لما تحرز بطولة تظل خالدة. يعني في ساعات أندية يوصلون للنهائي ويخسرون، فلما توصل النهائي وتخسر ما يذكرك التاريخ. يذكرك التاريخ لما تأخذ بطولة. شوف نادي الفحيحيل إلى يومك هم يذكرون الإنجاز الوحيد للنادي. الكرة الكويتية تحتاج إلى جهود جبارة لكي تعود إلى ما كانت عليه. كلمات عايد الروضان. إيش رأيك نطلع فاصل؟ إن شاء الله. نتابع اللقاء بين نجمين مميزين عايد الروضان وأمير سراج. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا فاصل قصير وراجعين لكم. أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملت بقية حلقتنا، وإحنا كنا مع مجلة الرياضي سنة 93 وكان هناك لقاء مميز لنجوم أو نجمي نادي الفحيحيل كابتن عايد الروضان وكابتن أمير سراج بمناسبة اعتزالهم. يقول عايد الروضان أتذكر طبعاً
اللحظات اللي كل مقدم لي يد العون المدرب الوطني عبد الله العويهان فك الله اسره. عبد الله عيد. اي نعم. رحمه الله عليه شهيد. والمدرب الايطالي دوستيلا والمجري تيلاتي وتشيكي طبعا. والدي رحمه الله هو معلمي ومثلي الاعلى في الحياه. رحمه الله عليه. لو عاد بي الزمن ما اخترت سوى نادي الفحيحيل. انا على يقين ان الفحيحيل سيعود الى روح فريق 86. الكره الكويتيه ان تخرج من كبوتها للنظام الاحتراف. طبعا هني بحر صديقنا الوفي. بحر الفحيحيل جميل بعد. اكيد. إيوه. يعني نادي الفحيحيل من المناطق الغريبه من البحر يعني. طبعا يقول امير سراج لو عاد بي الزمن مره اخرى كلاعب فلن العب لغير الفحيحيل. هم مجموعه اقول يعني جمعتهم الظروف مع بعض. نعم قدروا يعني يمكن فايز الفليج ووليد الفليج كانوا وياهم بس طلعوا راحوا نادي القادسيه وراح نادي العربي. لكن هالمجموعه هذه لو كانوا وياهم فايز الفليج ووليد الفليج اعتقد كان راح يكون لهم شان نعم. ثاني يعني. يقول اقول شكرا لكل من ساعدني خلال مشواري الرياضي واخص بالذكر رئيس واعضاء مجلس اداره النادي وكذلك المدربين والجماهير وعبد الله نظر اول من ضمني للنادي عبد الله النذر. صحيح. هذا امير سراج. اجمل ذكرياتي مع زملائي في المعسكرات خارجي وانا من عشاق الحداق واعتبر البحر صديقي الوفي. اجمل اهدافي في مرمى العربي في كاس الامير 86. حلو. وفي مرمى كاظمه في نهائي نفس الكاس. الحلو ملعب القادسيه كان هدف جميل جدا على حمد عبد القدوس. طبعا الحين نروح الى محمد الملا يكشف السر ويقول الله هذا النجم نجم نادي خيطان ومنتخب الكويتي كابتن محمد الملا نجم من نجوم الكره الكويتيه صراحه ما اخذ فرصته او ما قدر يعني انت لما تلعب نادي مثل الانديه نادي خيطان نادي التضامن نادي النصر نادي هي انديه كبيره لكن انت اذا ما يكون لك يعني كفرنج او دعم او تغطيه من طريق عن طريق ناديك ما توصل للمنتخب. يقول اوقفوا المهازل اللاعبون هم السبب ظلمت في القادسيه البعض وجودهم مثل عدمه نريد حلا في دوري الدمج نخشى اللامبالاه. هذا صورته طبعا وهذه الاول من اليمين وقوفا. صحيح. مع صوره جماعيه مع نادي خيطان. نادي خيطان كان يسمونه اي سي خيطان يعني مو اي سي ميلان نفس اللبس نفس التيشيرت كانوا يلعبون فيه. طبعا تكلم عن يعني يقول قضيت اجمل حياتي مع نادي خيطان من انضمامي اليه عام 86 وعن طريقه عرفت الشهره والمجد. يعني كثيرون لا يعرفون بدايتك الحقيقيه. يقول كان نادي قادسيه. اي يقول قضيتها طبعا الاشبال لقايه الناشئين وسط اسوار نادي القادسيه. صدقني انا لم ابتعد بل هم من ابعدوني بمعنى لقد ظلمت في القادسيه ولم اجد من ينصفني خلال تلك الفتره لذا تحررت الانتقال وكان الاماره. والله محمد لو مكمل محمد الملا مكمل مع نادي القادسيه انا اتوقع راح يكون له شان اكبر مني يعني هو رجل وضع بصمه صراحه. نجم من نجوم الكره عندنا ترى احمد الشمري مدافع نادي القادسيه ومحمد جاسم كانوا زملاء ترى زملاء جيله اي يعني زملاء الطفوله من نادي القادسيه كانوا جيله محمد جاسم واحمد الشمري احمد الشمري باك الشمال اي باك يسار. تكلم طبعا عن يعني هل صحيح ان في اشاعات انتقال العربي واعتقد انتقال العربي ولا ما انتقل ما ادري والله ما اعتقد اي طبعا البطاقة الشخصية الاسم محمد احمد الملا العمر 24 سنة مهنة موظف حالة اجتماعية عازب نادي خيطان بس حط جول على العربي هدف جميل جدا اي نعم اول صنة تجوري وغازي تجوري صورته محمد الملا محمد الملا صورة محمد الملا صورة جميلة للنجم نعم. محمد الملا نجم حلقتنا نختم فيها حلقتنا هذه اعزائي المشاهدين تقبلوا تحياتي تحيات اخوكم فهد عبد الجليل الى نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمة ومع السلامة.